للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من الشرقة دكتور عادل المنصوري، استشاري أمراض الأنف والأذن والحنجرة. دكتور عادل أهلا بك معنا. نعلم أن التدخين يسبب أمراض القلب والرئتين والحنجرة والأوعية الدموية والسرطانات وما إلى ذلك، ولكن ما علاقة التدخين بالتأثير على السمع؟ السلام عليكم. شكرا على الاستضافة. الحقيقة هذا موضوع جدا مهم، لأنه هو من صميم اختصاصي اللي هو السمع والحفاظ على السمع. فالوقاية خير من العلاج. فالحقيقة التدخين بالأخص الدخان بصورة عامة يحتوي على مواد معروفة كيميائيا مثل النيكوتين، غاز الميثين، أول أكسيد الكربون. هذه جميع هذه المواد في الحقيقة هي تعمل على عدة مواقع في الأذن الداخلية اللي فيها عصب السمع والقوقعة ومركز التوازن والسائل اللي داخل هذا الجهاز الحلزون. فالذي يحدث هو تأثير هذه المواد مباشرة على الأوعية الدموية التي تغذي مركز التوازن والسمع القوقعة، وبالتالي تجعل من هذه الأعصاب والأوعية الدموية في تقلص دائم. يعني اللي يحصل أنه الأوعية الدموية تتقلص ويقل الدم مباشرة، ومعناها الأكسجين والمواد الغذائية الأخرى التي يحتاجها القوقعة والتي يحتاجها العصب السمعي، وبالتالي طبعا تخلي في حالة ضعف، وممكن أن يتأثر بأي شيء آخر مثلا الضوضاء التي قد تؤثر على السمع مباشرة وتجعل السمع ضعيف نتيجة تعرض الذبذبات الصوت العالية إلى أيضا إلى ضعف في الأوعية الدموية وتقليص. ولهذا نشوف أنه مثلا إحنا نتعرض إلى ضوضاء، وبالأخص إذا في أماكن فيها تدخين نشعر أنه السمع يبدأ يقل عندنا، والسبب أنه تعرضنا إلى هذه الذبذبات العالية يجعل الأوعية الدموية ضعيفة جدا، والدم الذي يتدفق إلى القوقعة اللي فيها الأعصاب السمع وخلايا السمع تبدي تضعف وتبدي تموت. نعم. طيب دكتور، عندما نتكلم عن التدخين نقصد التبغ والشيشة وحتى السجائر الإلكترونية؟ بالطبع جميعها تؤثر. نعم. الحقيقة احنا كنا نعتقد انه السجائر الإلكترونية لا تؤثر، ولكنها تؤثر ايضا، وكذلك الشيشة وكذلك السجائر العادية. نعم. طيب دكتور عادل المنصوري، استشاري أمراض الأنف والأذن والحنجرة، كنت معنا عبر الهاتف من الشارقة، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات.